في هذا الفيديو راح احكي لك كيف اجيب قدره فاكهه الرمال اللي هي كروكودايل واستعرض لك حركاتها وشو وضعها. الحلو فيها انك تلعب بالناس زيك بضلك معطيها رايح جاي رايح جاي فيهم. طلع طلع بعدين بتهرب طبعا بتهرب بعديها على السريع. اوه اجري يا عبده الله كيف اسكن يا اخوان. والله انا شايفه بصراحه بسيط وجميل. اذا بتيجي تسافرنا بالديسكورد راح تلاقي عند فئه روبلوكس في شيء اسمه كيرا سكنز. هذا روم انا عملته جماعه ببيع فيه شويه سكنات يعني. راح تلقى الصوره مع الروابط والسعر اللي هو روبوكس 8 روبوك اسعار رمزيه يا جماعه عشان تكونوا عارفين. هاي سكن وهي سكن كمان في واحد فوق اللي انا لابسه كمان 8 روبوكس 8 روبوكس. اللي بيحب يشتري او عجبه السكن يشتري يا جماعه. اهلا وسهلا فيكم كمان بالسيرفرنا. تعال احكي لك هسه كيف تجيب اللي هي فاكهه الرمل تبع الكروكودايل تمام. وبعديها نبلش استعراض. لازم اول اشي نجيب الشارد. بدك 3 شارد يكون عندك بدل كارسون يكون في عندك اشي اسمه سونا اللي هي تبع الفاكهه. تفتح عليه عبما يطلع لك الثلاث شارد الجندري. بعدين بتيجي عند هذا اللي هون تبع الكرافتنج تكتب زي هيك اللي هي سونا تمام. هسا السونا شارد جبناها نعتبر 0 من 3 اعتبره معنا 3 من 3. بضل في عندنا اشي اسمه جولدن هوك. هذا من وين تجيبوه؟ تعال اقول لك من وين. تعال تركب دراجتك وبتجري بيها يا عبدو. اوه حادث. راح تيجي على جهه الشلال تمام زي هيك. بتفصل الدراجه طبعا انت لانه هون راح تقعد تنط زي الكنغر. ما علينا من الموضوع. بضلك تنط زي الكنغر بما الله يفرج عليك وتوصل للنقطه اللي بدك اياها انت. وبتيجي هون بعدين تستخدم الدراجه يا باشا وبتجري بيها مره ثانيه. هتجري كده تمشي في طريق مستقيم كده بعدها تنط كده وتيجي هنا بعدها تكمل طريق مستقيم. مستقيم هم بيحكوا لا والله بس والله بحب المسار يا جماعه اقسم بالله لقيتهم بتجنن لهجتهم يعني. بتنط من هون بتنط من هون راح تصادف هون لعنات انساهم. حاول طنشهم كلياتهم على الاخر. ضلك مكمل بطريق مستقيم يا صاحبي على بين ما توصل هاي هيك القريه الصغيره. بتحسها هي عباره عن خازوق صغير مش قريه بس. شت مش مرسبني الكروكودايل هون. حلو حلو لقيناها يا جماعة. طلع هسا الفكرة من هون هي عبارة عن أبراج مياه تمام. لازم أنت تفجرها. هسا حاليا الكروكودايل ما بتدمج منك أبدا الكروكودايل نهائيا. طلع بضربه زي هيك. دقيقة شو آسف إيه ضغم عليه من جمالي. آي بحاول أضربه يعني ما بيتدمج معي نهائيا إلا إذا فجرت هاي الأبراج. ليش؟ إنه هاي مي واللي هو بمنطقة رملية صحراوية فبيتدمر لأنه فاكهة رمال. تعالوا هسا خلينا ندمر الأبراج هاي تمام. طبعا ليش مختار الفاكهة هاي؟ شت هسا بنرجع من اول وجديد بندمجه على كيفنا. بندم الابراج هاي خلنا نرمي اخوي. والله لا تغلبنا كروكودايل بالله عليك. طبعا راح افجر هذا الاشي انا على طول هو راح يتدمج. طبعا دقيقه يزيله كثير اشوف. لا حد هسا ما انفجر اوكي هسا انفجر. طلع كيف يتدمج على السريع. راح ندمر كل الابراج هاي يا جماعه. البرج الثاني راح. تعال على الثالث فجر الثالث. اقدر ادمج كروكودايل بس مش 100%. بقدر ادمجه حاليا بس مش 100%. لازم ادمر باقي الابراج هيك كله دسترويد. اعطاني كله مدمر. تعال يا كروكودايل ابو الرمال تعال اخوي. صار لازم اتفاهم معك هسه حاليا. هلكتني يا زلمه. طلع الحيوان. طلع حيوان 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 رسمي. تعال اعطيها زي هيك ونرجع باك. خذ هاي خذ دي هديه مني احرقك. اذا انا هحرقك هي حتيجي هي حتطلع الكلمة مني. يلا قرب يموت. يا رب يعطينا الايتم عشان افرجيكم اياه. يا رب حيوان ما اعطانيش شيء. لو اعطاكوا شو بتلاقوا؟ بتلاقوا تحت الايتمات راح تلقوا انه في ايتم يزيد معاكم اسمه جولدن هوك. راح تستعملوه تروحوا على الكرافت تعطوا الاغراض كلياتها اللي معاكم الشارد والجولدن هوك وبعدين يعطيك فاكهه. بتاكل فاكهه هاي وبصير في عندك قدره الرمال. الكليكات 1 2 3 4 سي داش. تعرف الكل بكل شخصية في داش السي تبعه زي هيك بيكون. ديزرتو سبادا اللي كيو لا سبادا حلوة يا جماعة بس مشكلتها هاي الحركة. مشكلتها اللي هي لازم يكون قريب على الخط. يعني لما بضرب زي هيك جنبهم مثلا على سبيل المثال اضرب زي هيك جنبهم شايف كيف ما تدمجوا نهائيا. اللي تدمج اللي كان على البوت اللي على الخط المستقيم هذا وصار انفجار تدمجوا اللي تحت شايفينه هذول هي من تحت. خلينا نشوف حركة الاي اخوي. انت لو بتطلع من الزاوية بس اخوي اطلع لي من الزاوية. ايوه اوكي اطلع لي من الزاوية كمان مرة. تعال نشوف ضربة الاكس انا وياكو. اديله زي هيك وبوم. حركة الاي اللي هي يا سيدي العزيز بتصير انت بذات نفسك عبارة عن اعصار وبتمشي فيه. والله جميلة الكومبو هاي يا جماعة هاي حلوة. على سبيل المثال 1 2 3 4 بعدين بتمسكه زي هيك تمام. بعدين 1 2 3 بعدين اكس. ما ليش هذا ايه يا اخوي انت شو انت عليك هيك تنبأ ولا ايش؟ خليني افرجيكم حركة الار الديزرت ابصر شو بتطلع نسخة رمل منك وبتبلش هي تضرب لحالها ما شاء الله. عنا الهوك اسولت اللي هي بتستعمل الهوك تبعك تسحب فيه الناس اللي هي شت
اللي هي حركة التيب، تسحبه زي هيك بتجيبه لعندك بتكمل عليه كومبو. سابوليس اللي هي الواي، ترمي عليه اعصار رمل بطيره زي ما انت شايف. ديزيرتو فينتو اللي هي هاي الحركة، ديزارتو فينتو عنا حركة الجي اللي بتسحب الدنيا كلها يا طلي حواليك، طلع 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 الكل بنسحب، ودمجها عالي يا جماعة، دمج الفاكهة القدرة كثير عالي. تعال نشوف حركة الزد اللي هي هاي، يا ويلي يا ويلي، هاي جدا رهيب بالكومبوهات يا جماعة، كثير فخمة. تعال نعمل كومبو واحد من الشباب نجرب، والله ما انا عارف، حاب اجرب على واحد منهم كومبو هيك سريع، اللي هو واحد اثنين ثلاث بعدين اي، يجي على الاي زي هيك، بعدين تسحبه بالجي زي هيك بالضبط تحديدا، بعدين زد تمسكه زي هيك بتعطيها، بعدين اتش ديزرتو الحركة هاي بس ما اجت فيه، مش بيننا عادي اخوي لا تتحمس. في عندنا حركة اللي هي الفي والبي، راح افرجيكم البي انا اللي هي بدها ايش، بدها كاونتر تحديدا، هو يضربك تعمل زي هيك بالضبط، هاي الحركة. بضل في عندنا حركة الفي السابوليس بيسادو اللي هي هاي الحركة، افخم حركة بيناتهم واقوى واحدة على المدى البعيد. يا ويلي يا ويلي يا جماعة، هاي الحركة دمجة عالي وبتقهر، ليش بتقهر؟ لانه هيك مداها شوي بعيد، فاذا كان حواليك او قريب منك شوي فبتصيده، بتصيد ابوه كمان. طلعنا البوز اخر وشي اللي هو الحركة هاي شايفينها، هيك بيكون شكلها لما تكون قاعد بالماب، حبيت تعمل بوز او انه يعني حركة، فهي الحركة تبعتها. والله شكلك حاب تتفايت اخوي، انت اللي معاك ريك، يلا رايح على المزرعة يصيد هذا. شو حبيبي بدك تتفايت ولا لا؟ عشان اعرف شو اسوي فيك انا. انا ايش اسوي فيه؟ عمره دي فايت انا مسكاه. تعال 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 تعال، وقعت 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 وقعت. يا ويلي والله وقعته. ايز ذا برو، خذ هاي كمان. تعال تعال والله ما اي 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 تعال 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 عليك، تعال تعال عليك يا عمري يا عمري انا يا عمري، خذ هاي، خذ العصار تبعك هذا. والله ما جاي، والله ما عارف كيف شو اللي بيصير قاعد، بس انه الموضوع مش كويس. تعال يا ضربني باخر لحظة، والله ضربني باخر لحظة، راح استعمل هاي عليه. طلع طلع طلع، اووو يا زلمة اقعد يا زلمة، مشان الله اقعد، مشان الله يا زلمة، مش قد الفايت لا تتفايت، مش قد الفايت لا تتفايت اخوي. تعال 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 تعال، اووو لا 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 والله اني غبي. يلا 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 يلا، تعال هوك، سحبته سحبته الشباب كلها انا. اي 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 هاي انت قدها ولا؟ والله لربي يهودا اكلنا هواء معاه. تايم ستوب، بوقف الوقت قاعد، بوقف الوقت يا اخوان، بوقف الوقت. ايوه بلا يا زلمه سيت داون بوي. تعال والله يا باي، لو اجت فيها كان الوضع اسطوري. لازم اركز شوي، ما سحبته لا ما سحبته لا لا، ولا اجت فيها. ما شاء الله ما شاء الله، شو بسوي؟ باخذ استامينا قاعد. ايوه اوكي اوكي، باخذ استامينا قاعد. والله بلعها، مع انه كانت بعيده يعني، حسيت انه ما راح تيجي. طلع طلع طلع، نوب نوب، اقسم بالله نوب، اقسم بايات الله نوب، والله نوب. زد يا ويلي علي، انا ما اجملني لما بلعوا زي هيك، يا ويلي علي. شو معلم بلش تهرب شايف؟ يا ويلي يا ويلي، الفايت حامي يا اخوان، الفايت حامي يا اخوان، فايت حامي، الفايت حامي، الفايت حامي. خلينا نعطيه 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 هاي. يا الله حلو، وقفني بالسماء، وقفني بالسماء يا نواب يا نواب. بدمجني وانا بالسماء، كيف كيف؟ من اين لك هذا؟ من اين؟ لا لا لا، هاي لا هاي لا هاي لا، والله هاي الحركه بتيجي علينا، والله متبهدل يا جماعه. اوكي قريبين من نصرنا. ايوه يا زلمه، ايوه وقعتك فيها يا زلمه، سيت داون، ابلع، طلع الفينيشر. يا ويلي علي، يا نوب 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 يا نوب. اشوف والله من شواربك مبين عليك. انا بهمني اني بلعته، غيرك بهمنيش يا اخوان، بالمره بلعته، خاوه بلعته. اوكي حلو، من هالمقطع لهون، شوف شوف فيديوهات ثانيه. السلام عليكم.